صندوق أبوظبي للتنمية مؤسسة مالية وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسست عام 1971 بهدف تحقيق سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التنمية الاقتصادية بالدول النامية من خلال تقديم الموارد المالية لتمويل المشاريع الإنمائية في قطاعات حيوية من أبرزها التعليم والصحة والإسكان والطاقة والمياه والزراعة والنقل. ويتركز نشاط الصندوق على دعم المشاريع التنموية في الدول النامية من خلال إدارة المنح الحكومية، الاستثمار في شركات متنوعة، تقديم القروض الميسرة لتمويل المشاريع الإنمائية. ويتم تقديم طلبات القروض من خلال حكومات الدول، الشركات شبه الحكومية، شركات القطاع الخاص التي تتمتع بضمان حكومي. شروط التمويل: وللحصول على التمويل من الصندوق يجب استيفاء الشروط التالية: أولاً، أن تكون الدولة المقدمة للطلب دولة نامية مدرجة على قائمة لجنة المساعدات الإنمائية. ثانياً، أن يكون طلب التمويل لمشروع تنموي في قطاع الخدمات الأساسية. ثالثاً، أن يندرج المشروع ضمن الأولويات التنموية للحكومة المقدمة للطلب. رابعاً، أن يكون المشروع له تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي على الدولة المقدمة للطلب. ثم تمر عملية التمويل بعدة مراحل رئيسية على النحو التالي: أولاً، مراجعة وثائق الطلب، أن يكون طلب التمويل وارداً من الحكومة عبر الوزارة المكلفة بالاقتراض، أن يكون طلب التمويل لمشروع يقع ضمن الأولويات التنموية للحكومة، أن يدعم الطلب بدراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة تمويلية. ثانياً، التقييم الأولي، يقوم الصندوق بمراجعة الطلب وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. ثالثاً، التقييم الميداني للمشروع للتحقق من الأوضاع الاقتصادية والتأكد من صحة دراسة الجدوى وتقييم التكلفة التقديرية، إضافة إلى تقييم قدرة الجهة المستفيدة من القرض على تنفيذ المشروع. على ضوء تقرير التقييم الميداني للمشروع، يتم رفع توصية لمجلس الإدارة للموافقة على التمويل. رابعاً، الموافقة على القرض. بعد موافقة مجلس الإدارة على القرض، يتم إخطار حكومة الدولة المستفيدة وإعداد اتفاقية التمويل. سياسة الإقراض، ويتبع الصندوق سياسة إقراض تتسم بالوضوح والشفافية، من حيث يقدم الصندوق قروضاً تتراوح قيمتها ما بين 5 إلى 100 مليون دولار حسب طبيعة المشروع ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي. تتراوح نسبة الفائدة على القروض ما بين 2 إلى 5%. تبلغ مدة سداد القرض من 15 إلى 20 سنة، كما يمنح القرض مدة إمهال تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. يمول الصندوق 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع كحد أقصى. معاً ندعم عملية التنمية الاقتصادية، ويداً بيد سنحقق مستقبلاً أفضل للجميع. صندوق أبوظبي للتنمية، شركاء العالم في التنمية المستدامة.